أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي، هيكون معانا الأقسام المعمارية، وإن شاء الله هيكون معانا شرح مادة تكنولوجيا أعمال نجارة الأبواب والشبابيك والصف الثالث خاصة بالأقسام المعمارية. وطبعا زي ما انتم عارفين ان مادة تكنولوجيا اعمال النجارة من المواد المهمة جدا في الاقسام المعمارية، وهي اللي بتساعد الطالب في مادة الرسم الفني، ازاي يرسم المساقط الافقية والقطاعات والتفاصيل الخاصة باعمال نجارة العمارة. كذلك بتساعد الخريج او الطالب في كيفية عمل المقايسات الخاصة بمادة تخطيط وادارة الانتاج، من عمل كشف الكمية وكشف المغلق وكشف الكمية التسميني، بالاضافة الى معرفة قطاعات الاخشاب. وهذا بالاضافة ان في بعض الامتحانات بيطلب منك بيطرق لك قطاعات الاخشاب حسب اصول الصناعة. طبعا الطالب مش هيعرف قطاعات الاخشاب الا عن طريق مادة تكنولوجيا اعمال النجارة. وان شاء الله باذن الله مادة التكنولوجيا النهاردة مقسمينها معانا في الشرح لجزئين، نجارة الابواب الخشبية ونجارة الشبابيك. وهيكون معانا النهاردة ان شاء الله نجارة الابواب، في عندي 4 ابواب. الباب الاولاني باب بحشوات مهرمة، الباب الثاني هيكون الباب الإسلامي الطراز، الباب الثالث هتكون الأبواب المنزلقة، وأخيرا أبواب البلكونات. هو ده الشرح بتاعنا النهاردة. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان النهاردة 4 أبواب، فهنبتدي ان احنا نحط عناصر لعملية الشرح عشان نعرف نشتغل الأبواب دي بسهولة وبإتقان. ولازم نعرف ان دايما مادة التكنولوجيا بتكون مدعمة بعمل الرسومات الفنية. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان مادة التكنولوجيا بتساعد الخريج في مواجهة سوق العمل الخارجي ومعرفة متطلباته، يبقى المادة مهمة جدا. فنركز مع بعض في الشرح، والشرح بتاعنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هيكون بسيط وميسر ومدعم ببعض الرسومات، وهنشوف مع بعض كده في السلايد. طبعا زي ما انتم شايفين مادة التكنولوجيا عندي نجارة الأبواب ونجارة الشبابيك. عندي في نجارة الأبواب أولا باب بحشوات مهرمة، عندي الباب الثاني إسلام الطراز، باب منزلق داخل الحائط، أبواب البلكونات، وإن شاء الله في شرح أو في حلقة جديدة إن شاء الله هناخد نجارة الشبابيك وكيفية رسم شباك شمسية، كيفية شرح شباك شمسية وزجاج وشباك زاوية بصاري. وزي ما اتفقنا إن إحنا هنتكلم الأبواب دي كلها من حيث الاستعمالات، ثم المكونات أو التفاصيل الإنشائية، ثم قطاعات الأخشاب والخردوات والإكسسوارات المستخدمة، ثم طريقة التنفيذ فطريقة التركيب. يبقى دي ال5 العناصر اللي هنشتغل فيهم ال4 أبواب الموجودين معانا النهاردة. هنبتدي أول باب عندنا، وهو الباب الحشو الخارجي ذات الحشوات المهرمة. وزي ما انتوا عارفين ان الباب الحشو خدنا في الصف الثاني أنواع الأبواب، وعرفنا ان الابواب نوعين، ابواب مؤقته وابواب مستديمه. وعرفنا ان الابواب المؤقته موجوده بشكل مؤقت وتستخدم في الاعمال قليله الاهميه، اما الابواب المستديمه بتنقسم الى ابواب خارجيه وابواب داخليه. الابواب الخارجيه ومنها الباب اللي موجود معانا النهارده اللي هو الباب الحشو، اما الابواب الداخليه بتكون دايما تجليد او فارغ زجاج. يبقى اذا الباب الموجود معانا النهارده هو باب خارجي بيستعمل في المنازل والشقق الخارجية. يبقى أول عنصر وهو الاستعمالات. طبعا الباب من ضمن الأبواب المستديمة الخارجية ويستعمل في أبواب المنازل والشقق الخارجية، طبعا لما له من منظر جمالي وإعطاء رونق للمكان. الباب الموجود معانا النهاردة هو باب بحشوات مهرمة، وسمي باب بحشوات مهرمة لأن الحشوات الموجودة على شكل هرم، وهي مهرمة إما من جهة واحدة أو من الجهتين. وزي ما انتم شايفين حابب اشرح مكونات الباب على الرسمه، والرسمه دي المطلوبه منك في امتحان الرسم الفني، بتكون مطلوبه يعني بمقياس رسم 1 لـ10. فمكونات الباب زي ما انتم شايفين لحبينا نوضحها كده، عندي ايمين حل ومعبرة، وسميت المعبرة بهذا الاسم لأنه يتم العبور من خلالها. يبقى أنا عندي الحلقة يمين ومعبرة، عندي الضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلى، وتسمى في أعمال النجارة تحليقة، ويتوسط هذه التحليقة 4 رؤوس وسطى بيفصل بينهما الصاري زي ما انتم شايفين. والصاري دوت بحطه علشان خاطر يفصل لي ما بين حشوتين، يبقى ما يبقاش حشوة واحدة، يبقى في حشوتين عندي، فتدي شكل جمالي للباب. وطبعا زي ما انتم شايفين البر مكون من قائمين ومعبرة، والبر دوت بركبه علشان خاطر يسد لي الفراغ أو يغطي
تغطيه للفراغ اللي ما بين قايم الحل وما بين الحائط. هنبتدي نتكلم عن العنصر الثاني وهو المكونات أو ما يطلق عليه التفاصيل الإنشائية. والمكونات لسه ذاكرها دلوقتي في الرسمة الموضحة، وقلنا أن المكونات أول حاجة فيها بيكون الحلق، والحلق مكون من قائمين ومعبرة، وعرفنا سمينا المعبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها، بالإضافة بعد ذلك المكون الثاني الضلفة نفسها، والضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلى، بيتوسطها أربع رؤوس وسطى بيفصل بينهما صاري، والغرض من وضع الصاري أن هو يفصل ما بين حشوتين مهرمتين إما من جهة واحدة أو من الجهتين، والباب الموجود عندي مهرم من الجهتين. ثم بعد ذلك من ضمن المكونات البر، والبر مكون من قائمين ومعبرة. نبتدي نشوف الشرح بتاعنا. يبقى الحلق ذكرناه طبعا، الضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلى وتسمى تحليقة أو تقفيصة، بيتوسط هذه التحليقة أربع رؤوس وسطى بيفصل بينهما الصواري، وطبعا بنحط الصاري او بنركب الصاري عشان يفصل ما بين حشوتين ارتفاع الواحده منها مساوي لعرضها، وتسمى بالحشوه البؤجه او الحشوه المربعه. والحشوات بتكون مكشوفه من الجهتين، ويغطى تقابل الحلق مع الحائط من الداخل والخارج بالبر زي ما احنا ذكرنا من شويه. طيب دي التفاصيل اللي بتطلب مني في الامتحان، لان امتحان التكنولوجيا بيكون مدعم برسم التفاصيل، فلازم أن تكون متقن جدا في عملية الرسم وتعرف القطاعات الاخشاب عشان تقدر تبتدي ترسم التفاصيل الخاصة بالابواب الحشو. زي ما انتم شايفين هنوضحها كده على السلايد، في عندي تفصيلة رأسية وفي عندي تفصيلة افقية. التفصيلة الرأسية عبارة عن عتب ومعبرة الحل من قطاع 15x5، الرأس العليا وادي شكل الحشوة المهرمة، والجزء الفراغ ده بنسميه كشف الحشوة. لازم نعمل عملية كشف للحشوة عشان يتم تركيبها في الرأس وفي الأوايم. وزي ما انتم شايفين في التفصيلة الأفقية هنا بيختلف، هنا كلين الحائط أو الحائط بتاعي، بعد كده قايم الحل، قايم الضلفة، ثم الحشوة، وهنا عملنا التجزيع لأن هنا أنا بقطع هنا في العرض فيبان التأشير بتاع الخشب بتاعي. وطبعا بنرسم التفاصيل بمقياس رسم مناسب، ويعني تقريبا بنفس مقياس الرسم التفاصيل اللي هي 1:2 وهو نص الحجم الطبيعي. طبعا ده منظور انت مش مطالب بيه، ولكن هو بس للتوضيح يوضح لك كيفية تعشيق الحشوة في الأوايم والصاري، وكيفية عمل كشف الحشوة، وادي شكل الحشوة المهرمة من الجهتين. ثم بعد ذلك نتكلم عن العنصر الثالث وهو قطاعات الأخشاب المستعملة لهذا الباب. طبعا يفضل ان انت تعمله جوه جدول، الجدول ده مقسم الى بند بيان الأعمال، القطاع بالسنتيمتر، العرض والسمك، ملاحظات لو في اي ملاحظات. اول حاجة عندي في بيان الأعمال قوائم ومعبرة الحل، الأوايم والمعبرة بيكون من عرض 15x5، الأوايم والرؤوس العليا والوسطى نفس القطاع 10x5، الرأس السفلى بتكون من قطاع 20x5، ودايما الرأس السفلى بتكون أكبر لأن هي اللي بتشيل حمل الباب، فبتكون أعرض شوية في العرض 20x5، الصواري اللي احنا حطيناها في المنتصف عشان يفصل ما بين الحشوتين بتكون من قطاع 10x5، أما الحشوات فبيكون سمكها 3x75، لكن الطول والعرض بتاعها بجيبه من مادة التخطيط وإدارة الإنتاج، يبقى فعلا الثلاث مواد مرتبطين ببعض وأساسهم هي مادة تكنولوجيا أعمال النجارة. ثم بعد ذلك البر من قطاع 7.5x1.9. الاكسسوارات المستخدمة لتشغيل هذا الباب، طبعا الاكسسوارات هي الخردوات عشان بس الناس ما تتلخبطش فيها. الاكسسوارات المستخدمة لتشغيل هذا الباب برضو بحطها جوه جدول، الجدول ده بيكون مكون من بند العدد البيان او الصنف. بند واحد عندي العدد 6 كانات لان بركب 3 يمين وبركب 3 شمال عشان اثبت قايم الحل. رقم 2 او البند الثاني 3 مفصلات، والباب ده ضلفة واحدة يبقى انا محتاج 3 مفصلات لان الباب ضلفة، محتاج كانون داخل اسطامة، وعرفنا قبل كده ان الاسطامة هي القائم الخارجي لضلفة الباب، عشان كده بسمي الكانون اللي بركبه فيه كانون داخل الاسطامة. العدد 1 شنكل، والشنكل ده لو انا حبيت اسيب الباب مفتوح يبقى بركب له شنكل نحاس بطول 10 سنتي.
العدد واحد مقبض، وبركب المقبض بتاعي من النحاس أو النيكل بشكل يتناسب مع شكل الباب المستخدم. طريقة التنفيذ، هنا بقى يا جماعة لازم نخلي بالنا، لأن طريقة التنفيذ تكاد تكون واحدة في جميع الأبواب والشبابيك. أنا ممكن أثبتها لك، بس طبعا مع اختلاف نوعية وتكوين الباب، بمعنى أصح إن أنا هجمعها لك كلها في 6 عناصر، حاول إن أنت تفهمهم وتحفظهم علشان تعرف تنفذ الباب وتعرف تحل، لأن طريقة التنفيذ من الأسئلة المهمة اللي بتيجي دايما في امتحانات تكنولوجيا أعمال النجارة. فأول حاجة في التنفيذ أنا هشرحها بالطريقة العادية، بمعنى أصح أولا أنا بجيب الخشب بتاعي، والخشب بتاعي بجيبه من المغلق، والخشب بتاعي اللي احنا شغالين عليه بيكون الخشب المسكي. يعني ايه الخشب المسكي؟ يعني ليه أطوال وليه عروض وليه أسماك، هنوضحها دلوقتي على الورقة. ركزوا بس معايا يا شباب في الجزئية ديت. أنا عندي الخشب المسكي المستخدم، زي الخشب المسكي المستخدم بيكون أطواله، ده منظور للوح خشبي، ده طبعا إيه خشب مسكي. الأطوال بتاعته بتبدأ من 3 متر وتنتهي إلى 6 متر، ده الموجود في السوق بيزيد كل 30 سنتي. أما العروض أو العرض بتاع الخشب المسكي بيبدأ من عرض 7.5 إلى 30 سنتي، والسمك بتاع طبعا بزيادة قدرها 2.5 سنتي. السمك بتاع بيكون من سمك بوصة إلى 4 بوصة، البوصة تقريبا 2.5 إلى 10 سنتي. زي ما انتم شايفين الأطوال دي بتزيد كل 30 سنتي، يعني 3 متر 30، 3 متر 60، بزود 30، 3 متر 90، وهكذا حتى آخر الطول 6 متر الموجود عندي في السوق. أما العروض بيكون 7.5 ل 30 سنتي بزيادة قدرها 2.5 سنتي، يعني 7.5 10 12.5 15، بزود 2.5 حتى عرض 30 سنتي، ده آخر حاجة عندي موجودة. والسمك بيكون 2.5 سنتي ل 10 سنتي، ده الخشب اللي احنا بنشتغل عليه. نكمل شغلنا ونكمل طريقة التنفيذ. يبقى أول حاجة بجيب الخشب بتاعي من المغلق، بيكون بالأطوال اللي احنا ذكرناها، والخشب لما بيجي من المغلق بيجي غشيم. يعني ايه غشيم؟ يعني بيكون عليه وبرة، الوبرة دي لو أنا اشتغلت في أثناء التشغيل ممكن إن هي تعمل لي إصابة، فطبعا لازم أعمل عملية تنظيف ومسح للخشب، وبيتم ذلك على مكنة التخانة. يبقى أول حاجة جهزت الخشب بتاعي بالمقاسات المطلوبة طبقا للرسومات. العنصر الثاني ببتدي أمسح الخشب وصفيه بمكنة التخانة حتى يتم الحصول على السمك المطلوب ويكون سهل في التشغيل. ثم بعد ذلك بيتم عملية تفصيل للأخشاب، هبتدي أكون الخشب بتاعي للباب أو للشباك، لأن احنا قلنا طبعا طريقة التنفيذ احنا هنحاول نثبتها. يبقى احنا بنقول بنفصل الخشب بتاعي للباب أو الشباك بالعلام والشنكرة، ثم الشق والنشر مع مراعاة ترك الزيادات اللي هي الضفر والتلسين. وهنا هنقف برضو نوضح يعني ايه زيادة تشغيل، وبتزود كام سنتي، ويعني ايه ضفر، ويعني ايه تلسين. لان طبعا زي ما احنا ذكرنا في بداية الحلقة بتاعتنا ان المادة دي بتخدم لي او بتخدم على مادة التخطيط، فهنوضح برضو الجزئية ديت. طبعا يعني ايه زيادات تشغيل؟ من لفظ زيادات تشغيل يعني بتتم بالزيادة، يعني حاجة بزودها علشان تديني امكانية في التشغيل بسهولة. فانا هرسم دلوقتي لوح خشب اهو بالشكل ده، وعامل له منظور. طيب انا لو حبيت دلوقتي اعمل نقر في الجزئية ديت، وجيت نقرت فيه قريب من القايم، طبعا لما تيجي تنقر انت بتستخدم المنقار وبتستخدم الدقماء، في اثناء الدق بعنف باستخدام الدقماء والمنقار بيتم عملية كسر في القايم، او ما يطلق عليه في لفظ الصناعة بنشلع الباب، يعني الباب او القايم اتكسر محتاج اغيره، وطبعا ده مش مظبوط. يبقى محتاج ان انا اسيب 5 سنتي وحمل معايا في الجزئية دي، يعني هسيب الجزء ده فارغ بسميه ضفر،
يبقى إذن الضفر بزوده في القوايم المكان اللي فيه نقر، وأنا عندي حاجتين بس اللي فيها قوايم، هو قايم الحلق وقايم الضلفة. أما التلسين بيكون موجود في الرؤوس زي الرؤوس العليا والوسطى والسفلى، وبيكون نص الضفر 2 سم ونص. يبقى أنا دلوقتي عرفت إن أنا بزود زيادات تشغيل في القوايم، وعندي قايمين، قوايم حلق وقوايم ضلفة، والضفر ده يكون بالزيادة في الاثنين دول. أما التلسين بيكون 2 سم ونص، والتلسين بيكون في الرؤوس. نكمل طريقة التنفيذ بتاعتنا، يقولها تاني بشكل سريع: تجهيز الأخشاب بالمقاسات والقطاعات المطلوبة طبقا للرسومات، مسح وتصفية الأخشاب لتحديد السمك المطلوب، تفصيل أجزاء الأخشاب بالعلام والشنقرة، ثم الشق والنشر مع مراعاة ترك الزيادات اللي هي الضفر والتلسين، ثم بعد ذلك بيتم تجميع أجزاء الأخشاب سواء كان للأبواب أو للشبابيك، بتعشيق القوايم مع الروس، بتعشيقة النقر واللسان. عشان كده بيطلق علينا دايما في النجارة النجارة الدقيقة، لأن كل الأجزاء بتاعتها بتكون متعشقة مع بعض بالتعشيق الموجودة في أعمال النجارة. ثم بعد ذلك بيتم عملية تقصيب الزيادات اللي أنا لسه عاملها، بقصبها يعني بشيلها. بعد كده بعمل عملية تشريب وتنعيم بفارة التشريب عشان يكون الباب جاهز لأعمال الدهانات. تعال مع بعض نشوف طريقة التنفيذ على السلايد. ويجرى العنصر الرابع، ويجرى تنفيذ الباب على ماكينات النجارة على النحو التالي: أولا، بنجهز الخشب بتاعنا بالمقاسات والقطاعات المطلوبة طبقا للرسومات، ثم بعد ذلك بتتم عملية المسح والتصفية للأخشاب لتحديد السمك المطلوب، ثم ضبطها على الزاوية. طبعا بتتم زي هذه العملية على مكنة التخانة. بعد كده بنعمل عملية تفصيل، يعني ببتدي أحدد مكان، بعلم وأعمل عملية شنكرة، ثم الشق والنشر مع مراعاة ترك الزيادات زي ما احنا ذكرنا اللي هي الضفر والتلسين. وقلنا الضفر بنزوده في القوايم وبيكون 5 سم، أما التلسين بيكون في الرؤوس وبيكون بزيادة قدرها 2 سم ونص. طبعا بيتم ذلك باستخدام ماكينات المنشار أو الصينية وماكينات النقر والتلسين. بعد كده بنبتدي نجمع، يا رب بس تكون الصوره دي واضحه بالنسبه لكم، تجميع عظم الباب او تجميع الضلفه بتاعه الباب من قوائم ورؤوس وصواري بتعشيق النقر واللسان. اما الحشوات فتركب في المفحار المعد لها. هنا ادي كشف الحشوه، وقلنا بنكشف الحشوه عشان نبتدي نركبها فين؟ في المفحار اللي بيكون بعمق 1 سم في القوايم. ثم بعد ذلك بنعشق الحل، وطبعا تعشيقة الحل بيكون القوايم مع المعبرة بالنقر واللسان بالطريقة الغنفارية أو ما يطلق عليها ديل اليمامة. ويطلق عليها ديل اليمامة لأن زي ما انتم شايفين النقر واللسان بتاعها بيكون شكل الديل بتاع اليمامة، عشان كده بنسميها ديل اليمامة. تجميع الحلوق بواسطة التعشيقة الغنفارية ديل اليمامة. بعد ذلك بتتم عملية ضبط الباب وتقصيب الزيادات اللي هي الضفر والتلسين، ثم تتم عملية التشريب والتنعيم بفارة التشريب. بعد كده بنبتدي نركب الباب، وده العنصر الخامس عندنا في شرح أي باب. العنصر الخامس والأخير هو إن أنا بعد ما جمعت الباب ببتدي أركبه في فتحة المباني اللي هي بتعد وقت البناء بالمقاسات طبعا. ولازم انت عارف ان طول فتحة المباني النجارة عندنا دايما بتكون طول في ارتفاع، الارتفاع بيكون تقريبا حوالي 2 متر 10 او 2 متر 20، اما الطول بيتغير على حسب عدد الضلف. يعني لو كانت طول الفتحة متر او اقل من متر الباب بيتعمل ضلفة واحدة، واذا كان طول الفتحة اكبر من متر زي 1 متر 10 او 1 متر 20 بيتعمل الباب ضلفتين او اكثر. طيب طريقة الباب بتتم عن طريق 3 مراحل. المرحلة الأولى إن أنا ببتدي أجمع، بعد ما جمعت الحلق باخد الحلق بتاعي وبركب فيه الكنات اللي احنا قلنا عليهم 6 كنات، بركب 3 يمين و3 شمال، وابتدي أركبها في الحائط عن طريق عمل شنايش. الشنايش يعني فتحة جوه الحيطة، أبتدي أركب الكانة. الكانة بيبقى ليها رأس، بثبت الرأس بتاعتي في القايم الحلق بواسطة المسامير، أما دي للكانة بتثبت في الشنيشة اللي احنا قلنا عليها. ونبتدي نحبش على الشنايش بمونة الأسمنت والرمل
بعد ضبط قوايم الباب وأفقية المعبرة بواسطة الميزان المياه، ولازم يكون الحل مرفرف عن الحائط بمقدار سمك البياض، لأن الراجل بتاع المحارة أو البياض لما يجي هيعمل المحارة بتاعته فلازم يمشي مع مين؟ مع قايم الحل. هوضح لك برضو الجزئية ديت عشان تبقى أنت عارف، لأن دي أساسيات. طيب دلوقتي ازاي يكون الحلق مرفرف عن الحائط بمقدار سمك البياض؟ زي ما احنا عارفين يا جماعه ان الحلق عندي او اي الحيطه بتكون حوالي عرضها 12 بالشكل ده، يعني ده 12 سنتي وادي التأشير بتاع الحائط. بركب الحلق بتاعي ازاي؟ بركب الحلق بتاعي بسيب خلوص 1 سنتي وابتدي اركب الحلق مرفرف 1.5 1.5، لان الحلق بيكون عرضه 15 في 5. زي ما انتم شايفين وادي الضلفه بتاعتي ايا يكن بقى. تمام يا جماعه. طيب هنا ادي الحيطه، وادي البر، الحلق هنا مرفرف بمقدار 1.5 سم يمين و1.5 سم شمال. يبقى الراجل لما يجي يبتدي يمحر هيبتدي يمشي مع مين؟ مع الحلق في الجزئيه ديت، بحيث ان بعد كده نركب مين؟ قايم البر بتاع اللي يسد لي الفراغ اللي ما بين الحائط وما بين مين؟ الحيطه. فبيكون الحلق بتاعه من الجهتين، البر اسف من الجهتين زي ما انتم شايفين. يبقى الجزئيه دي المحاره اللي الراجل هيمشي عليها عن طريق البروز اللي انا سبته في الحلق عن الحيطه مرفرف 1.5 سم يمين 1.5 سم شمال بالشكل دوت. طبعا ده بيكون مكان المحاره. تمام يا شباب، يا رب تكون التفصيله دي وضحت لكم اللي انا عايز اقوله. طيب يبقى انا هركب الحلق، قلنا بنركب الحلق بالحائط بواسطه الكنات مع مراعاه ضبط رأسية القوايم وأفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه. لازم أوزن الحلق، لو الباب أو الحلق ما توزنش الباب مش هيبتدي يفتح ويقفل معايا بسهولة، ومش هيفتح أصلا ولا يقفل. فلازم يكون الباب موزون بميزان المياه علشان عملية الفتح والإيه والغلق للباب. ثم بعد ذلك بيتم تركيب الضلفة بتاعتي بقى، بركب المفصلات وابتدي أعلق الضلفة بتاعتي بالمفصلات بتاعتي مع مين؟ مع المفصلات اللي أنا ركبتها في الحل، وابتدي أركب باقي الخردوات أو باقي الإكسسوارات بتاعتي سواء كانت كوالين أو أكر أو شنكل، بركبها بالمسامير البرمة والمفك. تعال نشوف برضو على السلايد هنا طريقة التركيب. طريقة التركيب في فتحة المباني، أولاً بيثبت الحلق في الفتحة المعدة له بالكالات بعد ضبطه رأسيا وأفقيا بواسطة ميزان المياه، مع مراعاة أن يكون بارزا، الحلق يكون بارز عن وجه المباني بمقدار سمك البياض اللي احنا قلنا عليه. يركب الباب بالحلق بواسطة المفصلات، وتركب باقي الخردوات أو باقي الإكسسوارات بمسامير البرمة بواسطة الايه؟ المفك. زي ما انتم شايفين لازم الباب يتوزن بميزان الميه عشان عمليه الفتح والايه والغلق. هنبتدي طبعا، ده كان شرحنا للباب الاولاني اللي هو الباب بحشوات مهرمه. عرفنا ان الباب باستعمالاته، وعرفنا قطاعات الاخشاب والخردوات المستعمله، وعرفنا طريقه تنفيذه، وعرفنا طريقه تركيبه في فتحه المباني، وتاكدنا او اتكينا شويه على طريقه التنفيذ وطريقه التركيب لان هتبقى مستمره معايا بعد كده في الشغل بتاعي. فالباب الثاني هو الباب الاسلامي الطراز، والباب دوت شويه مختلف عن الابواب اللي انت خدتها في سنه ثانيه. فالابواب الاسلاميه الطراز سميت بهذا الاسم نظرا لوجود حشوات ذات طابع اسلامي. يبقى الباب ده فيه حشوات ذات طابع اسلامي بتكون اما على شكل مفروقه عدله او ميله او حشوه معقليه. وزي ما انتم عارفين ان الحشوات الاسلاميه كتيره جدا، ولكن احنا هندرس منها الحشوه المفروقه سواء كانت المائله على زاويه 45 او العدله على زاويه 90. يبقى عشان كده سمينا الباب ده باب اسلامي الطراز. ولماذا سمي باب مروحه؟ سمي الباب باب مروحه لان انا بعلق المفصلات بتاعتي للباب ده فمفصلات مروحه، والمفصلات دي بتكون عباره عن مفصلتين متجمعين مع بعض وليهم جناح مفصله، ليها جناح يمين وجناح شمال. الجناح الايمن بيركب مع الحل، والايسر بيركب مع قايم الضلفه. فطبعا الباب بيسمى باب مروحه لان بيتم عمليه الايه؟ الفتح
ما بيتقفلش. عشان كده دايما لما باجي اعمل تقابل الاسطامه او تقابل القوايم ما ينفعش ان انا اعملها بافريز علشان ممكن تعور اثناء الفتح والغلق، لكن بعمل لها ذات حليه ملفوفه. هنوضح الجزئيه ديت مع بعض. تعالوا نشوف كده يا شباب، ادي شكل المفروقه بتاعتي زي ما انتم شايفين. المفروقه او الحشوه بتكون مربعه، ادي المفروقه المايله وادي المفروقه العدله. طيب ايه شرحها؟ الحشوات دي بنسميها الحشوات الاسلاميه. شرحها ان هي عباره عن سؤاسات مائله على زاويه 45 تقسم الحشوه التلت والتلتين، وتحصر على جانبيها اربع حشوات على شكل معين، وفي الوسط حشوه مربعه الشكل. اما المفروقه العدله عباره عن سؤاسات عدله زي ما انتم شايفين، بتقسم الحشوه برضو التلت والتلتين، فهذه الحاله بتحصر على جانبيها اربع حشوات على شكل مستطيل، وفي الوسط حشوه مربعه. ودول اكتر الاشكال في المفروقه المستخدمين في الحشوات الاسلاميه زي ما احنا شفنا اهو. يبقى الفراغات دي هي الحشوات، ولكن الجزء دوت هي السؤاسات، وبتعشق طبعا بايه؟ بطريقه النقر والايه؟ واللسان مع الحشوات والايه؟ والسؤاسات مع بعضها. طيب عايزين نوضح، نقول ان الباب ده مختلف شويه عن الحلق، ده مختلف عن الباب اللي فات، لان ما ينفعش ان انا، احنا اتفقنا ان المفصله المروحه طبعا عباره عن مفصلتين، فما ينفعش ان انا اركبهم في الباب الحلق العادي، فبضطر ان انا اعمل الحلق بتاعي في منتصف الحائط. وفي الحاله دي بركب ربع عمود او صمدونه او باكيته، ما يطلق عليها باكيته، من الجهتين عشان تسد لي الفراغ اللي ما بين الحلق وما بين الحائط. وطبعا بعمل ليه بروز كهيئه فص، ليه؟ عشان الاقي المفصله ترتاح. يبقى المفصله لما تيجي تفتح مفيش حاجه تعوقها في الجزئيه دي، فبعمل هنا تفريز في قايم الحلق. وزي ما انتم شايفين ادي قايم الضلفه وادي الحشوات بتاعتي. يبقى ادي شكل الباب او شكل التفصيله المستخدمه في الباب الاسلامي الطراز. الحلقه بتاعها بيكون مختلف، وطبعا زي ما احنا عارفين لو لاحظت هنا ان قوايم الضلفه بتكون قطاع 12 ونص في 6 وربع، 12 ونص لان الباب ده حمله بيكون تقيل، فقطاعات الاخشاب بتاعته بتكون كبيره، علشان كده استخدمت له مفصلات المروحه. وتقابل الضلفه، تقابل الضلف بتاعتي ما ينفعش ان انا اعملها تقابل بافريز زي ما انتم شايفين. أموال كده لو انا في عمليه الفتح والقفل هيعور اي حد، وفي نفس الوقت هيعمل احتكاك في اثناء الفتح والغلق، فببتدي اعمل حليه ملفوفه للقوايم عشان خاطر الباب دوت يفتح بسهوله وما يعورش اي حد في اثناء الايه؟ الدخول والخروج. وطبعا القوايم بتكون من عرض 12 ونص في سمك 6 وربع، ودول ما يطلق عليهم استامتي الطلاقي او قوايم القوايم الخارجيه المين للباب. دي شرح التفاصيل التنفيذية بتاعت الأبواب الإسلامية الطراز. يبقى الباب الثاني عندنا الباب الإسلامي الطراز، وعرفنا ليه سميناه باب إسلامي الطراز، لأن طبعا الحشوات إسلامية، بيستخدم حشوات إسلامية إما على شكل مفروقة عدلة أو ميلة. أما ليه سميناه مروحة؟ لأن المفصلات اللي بتعلق بها الباب يطلق عليها اسم مفصلات مروحة. نتكلم عن أول عنصر الاستعمالات. طبعا الباب ده إسلامي الطراز، يبقى إذن بيستخدم في المساجد وفي المتاحف، كما يصلح أيضا في الأماكن التي يتطلب فيها حسن المنظر والشكل الجمالي كالمكاتب والمستشفيات. وممكن الطلبة أو ممكن أن أنتم تستغربوا شوية في حتة المستشفى، إزاي أن احنا بنستخدم باب مروحة، لأن الباب ده بيفتح وبيرد لوحده، فمش هينفع لو احنا دخلنا دلوقتي في أثناء في عملية حرجة بندخل المريض جوه أوضة العمليات، فالباب فتح بسهولة ولكن الباب مازال مفتوح، ممكن أي حد يخش. لا، هي الفكرة مش كده. الباب ده لو أنا حبيت إن أنا أقفله بركب له ترباز داخل الإسطامة من أعلى في القوايم ومن أسفل، وبركب كالون، فالباب بيتقفل لو في حالة إن أنا حابب إن أنا أقفل الباب. لكن لو أنا حبيت أسيبه مفتوح يبقى بسيبه مفتوح، لكن ما ينفعش في غرفة العمليات. أنا بسيبه كده في غرفة العمليات عشان يكون عندي سهولة في عملية الفتح، في حالة طبعا زي ما انتم عارفين ان الثانية بتفرق في حالة المريض اللي هو محتاج تدخل طبي. يبقى احنا عرفنا ان الاستعمالات بيستخدم في المساجد وفي المتاحف، كما يصلح ايضا في الاماكن التي يتطلب فيها حسن المنظر كالمكاتب والمستشفيات زي ما انتم شايفين. الباب زي ما انتم شايفين اهو، الباب
عباره عن باب فارغ زجاج، يعني بركب من اعلى زجاج، وطبعا المفروض ان انا اركب في الجزئيه دي سؤاس، لان السؤاس بيصغر لي المساحه بتاعت الازاز، فما بيتكسرش الباب في الفتح والقفل، لكن من اسفل بنركب الحشوه الاسلاميه، وهي الحشوه الموجوده على شكل مفروقه مائله على زاويه 45. مكونات الباب: الحلق عباره عن قايمين ومعبره، الضلفه الباب مكون من ضلفتين، الضلفه الواحده مكونه من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلى وتسمى تحليقة، ويتوسط هذه التحليقة رأس وسطى محصور بين الرأس العليا والوسطى الزجاج، ويتم تركيبه بالتسقيط من أعلى عن طريق عمل الرأس العليا دبل. أما الحشوات زي ما احنا شايفين بتتعشى مع بعضها بتعشيقة النقر واللسان، وطبعا حشوات إسلامية من أسفل، وزي ما انتم شايفين هنا مش هتوضح شوية عشان كده وضحتها لك في التفصيلة اللي فاتت. الحشوات الإسلامية المستخدمة زي ما احنا ذكرنا حشوات كتير جدا، ولكن احنا ذكرنا منها المفروكة المائلة والمفروكة العدلة. في حشوة تانية اسمها حشوة معقلية، والحشوة المعقلية دي عبارة عن سؤاسات رأسية وأفقية بتحصر إما حشوة مستطيلة على جانبيها أو حشوة مربعة، عشان كده بسميها معقلية. في حشوات تانية زي النجمة الإسلامية زي ما انتم شايفين. الحشوات الإسلامية كتير جدا، ولكن هي المطلوب عندك، المطلوب ان انت تعرفهم، هي المفروكة العدلة أو المتداولة في السوق، العدلة والإيه والميلة. دي كيفية رسم المفروكة المايلة والعدلة بالطريقة الهندسية، وإن شاء الله في مادة الرسم هنعرف إزاي نرسمهم بالطريقة الهندسية، لأن أنت مطالب. والباب ده على فكرة يا شباب جه في امتحان السنة اللي فاتت في امتحان الدبلوم آخر السنة. المكونات طبعا احنا قلنا المكونات بتاعتنا، أول حاجة الحلق بيتكون من قائمين ومعبرة، ولكن الحلق ده بيتعمل ليه تفريز لتثبيت ضلف الباب، ولكن بالحلق بيعمل له بروز كهيئة فص عشان نركب المفصلة المروحة مع عمل إفريزين بجانب الحلق. الباب مكون من ضلفتين، كل ضلفة مكونة من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلى، بينهما الرأس الوسطى ارتفاعها المحوري، يعني ارتفاع الرأس الوسطى بيكون متوقف على شكل وتصميم الباب. والباب به حشوات من أسفل على شكل مفروقة مائلة مكشوفة من الجهتين، ويركب من أعلى الشرائح الزجاجية بين الرأس الوسطى والعليا، وهنا بنسقط الإزاز من أعلى عن طريق عمل الرأس العليا دبل. قطاعات الأخشاب طبعا بنحطها جوه جدول زي ما ذكرنا قبل كده. هنا الحلق أو قوايم ومعبرة الحلق بتكون من عرض 10 × 10، وعرفنا ليه، والقطاعات بتكون أكبر شوية لأن الباب ده قطاعات الأخشاب بتاعته بتكون كبيرة ذات أحجام كبيرة، فالقوايم والرؤوس العليا والوسطى بتكون من عرض 12.5 سم في سمك 6.25. الرأس السفلى بتكون 20 × 6.25، السؤاسات اللي احنا قلنا عليها 5 × 5، الحشوات بتكون سمك 3.75، وبرضه بجيب طول وعرض الحشوة من خلال مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. بعد كده الباكيتة أو ربع العمود اللي احنا بنركبه في الركن بين الحلق وبين الحائط بيكون من عرض 2.5 في سمك 2.5 سم. الإكسسوارات المستخدمة لتشغيل هذا الباب زي ما اتفقنا 6 كالات، 3 يمين و3 شمال. بركب 6 مفصلات، ليه 6؟ لان الضلفه محتاجه 3، يبقى محتاج 6 مفصلات لان الباب ده ضلفتين. المفصلات المروحه بتكون بطول 11.5 سم. لو احنا احتاجنا ترباس داخل اسطوانه زي ما احنا اتفقنا في غرفه العمليات، لو انا حبيت ان انا اقفل الباب فبركب ترباس من اعلى وترباس داخل الاسطوانه من اسفل في حاله قفل الباب. لو انا حبيت اخلي الباب مفتوح عشان المساحه بيكون بركب طبعا شنك النحاس بطول 10 سم في حاله الحاجه الى ترك الباب مفتوح، ولو احتجت ان انا اقفل الباب خالص بركب له كالون داخل الاسطامه في حاله القفل. وادي شكل المفصله المروحه اللي احنا بنقول عليها، عباره عن مفصلتين، عن مفصل دي 1 2 متوصلين مع بعض او متجمعين مع بعض، لكل واحده منهم جناح. الجناح ده بيتثبت فيه واحده بتتثبت فيه الحل، والتانيه بتتثبت فيه قايمه الضلفه علشان خاطر عمليه الفتح والقفل. المفصله دي قويه جدا يا جماعه، وفي نفس الوقت سعرها بيكون غالي. زي ما انتم شايفين ادي المفصله وهي متجمعه على بعضها، وادي شكل التفاصيل اللي احنا وضحناها من شويه. ادي تقابل استمطي التلاقي في حاله الابواب الاسلاميه او الابواب المروحه بالتحديد، وزي ما انتم شايفين ادي شكل الحلق وليه البروز، وادي شكل المفصله من الجهتين.
وادي شكل تفصيل المنظور. طبعا انت مش مطالب بيه، هو محطوط للتوضيح عشان تبقى انت شايف شكل التعشيقه بتاعه الحشوه مع السؤاسات مع القوايم بنفس الشكل، والسؤاسات طبعا مائله على زاويه 45. يبقى احنا كده خدنا الابواب الحشو وخد الخارجيه وخدنا الابواب الاسلاميه. الباب الثالث عندي هي الابواب المنزلقه. طبعا ده نوع جديد جامد جدا في الابواب، الابواب المنزلقه. طبعا هو فكرته ان هو بيتعمل بالحديد، ولكن كان اساسه بيتعمل بالاخشاب نظرا لشكله الرونق بتاعه الجميل، وبيستخدم في بعض الاحيان في الصالات وفي المكاتب. والباب ده في منه نوعين، في باب بينزلق داخل الحائط داخل تجويف في الحائط، وفي ابواب منزلقه على وجه الحائط. احنا هناخد النوع المنزلق داخل الحائط. طيب فكره الابواب المنزلقه ان انا يا جماعه بعمل وقت البناء، يعني وانا ببني الحيطه بتاعتي بعمل كتفين، الكتف ده 12 والكتف ده 12، وفي فراغ ما بينهم بيكون حوالي 10 سنتي، لان سمك ضلفه الباب بيكون 5 عشان الضلفه تنزلق ذهابا وايابا، ما يبقاش فيه احتكاك اثناء الفتح والعفو. يبقى انا هعمل كتفين والكتفين دول هينزلق داخلهم الباب. طيب ينزلق ازاي الباب ذهابا وايابا؟ عن طريق قضيب انزلاق بيثبت فيه العتب، والعتب هنا بيتعمل بشكل معين عباره عن ستاره بعلق عليها لوح خشب، هوضحها لك دلوقتي على الرسم. بيتعلق لوح خشب بثبت عليها القضيب الانزلاق، بيكون ليه تنفيخ او تجويف عشان يجري عليه العجل الانزلاق بتاعي، والعجل ده عباره عن اتنين بيتركبوا في الضلفه الواحده، واحده من ناحيه اليمين والشمال، وبيتعلقهم فوق مع القضيب وتثبته في القضيب، وبركب دليل من اسفل عشان الباب في الفتح والقفل ما يعملش عمليه تارجح وينخلع من القضيب الايه العلوي. طب تعال نشوفها كده بشكل منظور على الورق عشان توضح لك. بص يا جماعه، ادي فكره، ادي اللوح الخشب اللي بثبته على العتب الخرسان بتاعي، ادي اللوح الخشب اهو جميل. بركب بقى هنا القضيب الانزلاق بتاعي، ادي القضيب شكله كده ليه تجويف، ادي التجويف يمين وادي التجويف شمال، شايفين يا جماعه، وبثبته طبعا هنا هوت بالايه بالمسامير. خلاص جميل. طب تعالى كده نوضحه اكتر بالمنظور، بالشكل ده. يبقى انا ثبت قضيب الانزلاق في قايم الخشب، والقايم دوت او لوح الخشب ده ثبته في العتب بالمسامير برضو. بعد كده ببتدي باجي عند الراس العليا بتاعتي، ادي الراس العليا، وطبعا الباب ده تجليد فبركب له شاط زان من اعلى عشان يحميه للتجليد بتاعي، وبركب في الجزئيه ديت زي ما انتم شايفين، ادي الاكس اللي بيتركب في الراس العليا، والاكس ده بيطلع منه عجله يمين اهي، والعجله الشمال اللي بتساعد على عمليه الانزلاق ذهابا وايابا زي ما انتم شايفين. ادي الفكره، بركب القضيب على لوح الخشب في العتب، واجيب الراس العليا اركب فيها عربيتين او عجلتين انزلاق زي بالشكل دوت يا جماعه، تمام كده. فبينزلق الباب بركبه في القضيب فبينزلق ذهابا وايابا. طيب اثناء الفتح طبعا الراس السفلى لو احنا جايين نوضحها، ادي الراس السفلى من اسفل برضو ليها اشاط زان، تمام كده. انا عايز الجزئيه دي، بركب هنا دليل من اسفل، الدليل ده عباره عن اكس اهو بالشكل ده، وادي المجرى اللي في الارضيه. يبقى انا عندي قضيب من اعلى وعندي دليل من اسفل، هم دول اللي بيساعدوا على عمليه الفتح والغلق. واتفقنا ان الباب ده نوعين، ابواب منزلقه داخل الحائط وابواب منزلقه على وجه الحائط. يا رب تكون الرسمه دي وضحت لك الفكره، لان الفكره بتاعتها بس بسيطه جدا، ولكن الباب ده من الابواب الجميله والسهله في التشغيل والتركيب بتاعه بيكون اسهل. طيب احنا دلوقتي هنبتدي نشوف الابواب المنزلقه، السلايد اهوت. هناخد مقدمة عن الأبواب المنزلقة، هي أبواب عادية حشو أو سدة أو تجليد يعني، أو فارغ زجاج معلقة من أعلى بجهاز انزلاق خاص، ويراعى تركيب دليل من أسفل. ليه بنركب الدليل؟ عشان لمنع تأرجح الباب أو انخلاعه، ويغطى جهاز الانزلاق بواسطة معبرة البر. في أثناء التركيب بسيب فراغ في العتب، الفراغ دوت بيكون باب للكشف، لانه زي ما انتم عارفين قضيب الانزلاق مع الاتربه ممكن ان هو يعمل عمليه عدم سهوله في الفتح، فبضطر ان انا اشيل معبره الحلق
يعني الباب دوت بغطيه بمعبره اسف البر، بمعبره البر، بشيل المعبره بتكون سهله الفك والتركيب، بشيلها وابتدي اصلح او انظف او اعمل عمليه صيانه لقضيب الانزلاق، وابتدي اركب المعبره تاني عشان يبقى في عمليه في السهوله اثناء الفتح والايه والغلق. يبقى بيتم تركيب البر وبيكون سهل الفك والتركيب عشان بيتم اللي يسهل عمليه الاصلاح لجهاز الانزلاق. وزي ما ذكرنا من شويه اوضاع تركيب الابواب المنزلقه، اولا ابواب تعلق على قضيب انزلاق على وجه الحائط وتعرف بالابواب المنزلقه على وجه الحائط وتستعمل في ابواب المخازن. ادي شكل الابواب المعلقه على قضيب انزلاق على وجه الحائط زي ما انتم شايفين اهوت اهو، وادي العجلتين اللي احنا بنتكلم عليهم في الراس العليا، واحده من اليمين واحده من الشمال. يبقى الراس محتاجه او الضلفه محتاجه عجلتين انزلاق، والقضيب بيكون واحد وبتثبت على زي ما احنا قلنا على العتب بواسطه لوح خشبي، ده في حاله الانزلاق على وجه الحائط. اما النوع الثاني ابواب بتنزلق داخل تجويف في الحائط، وقلنا بنعمل حائط مزدوج، وتعرف هذه الابواب بالابواب المنزلقه داخل الحائط، وهي تستعمل لأبواب الصالونات ويمكن استعمالها كذلك في المباني الإدارية زي المباني الإدارية زي اللي هو الفاصل ما بين مكتب المدير ومكتب السكرتيرة. يبقى الباب الموجود الفاصل ما بينهم عبارة عن باب منزلق داخل تجويف في الحائط. ويا جماعة الباب ينزلق داخل الحائط ولكن بيبقى واقف لحد المقبض علشان لما اجي امسك الباب افتحه او اقفله، فيبقى انا شايف ان الجزئية المقبض بتاعي هيبقى الضلفة كلها مش هتخش جوه، لكن هيساب فراغ لحد مقبض مين؟ مقبض الباب. يبقى احنا عرفنا ان في ابواب بتنزلق داخل تجويف الحائط، والباب بتاعنا النهارده هو دوت طبعا باب منزلق داخل تجويف الحائط زي ما انتم شايفين يا شباب اهو. ادي عباره عن كتف يمين للحائط وكتف شمال باين في القطاع الافقي، وادي الباب بينزلق داخل الحائط، وطبعا مطالب مني ان انا اركب في القوايم مصد كاوتش عشان اثناء عمليه الفتح ما يبقاش فيه احتكاك او تعمل لي عمليه صوت عالي في الفتح والقفل، فبركب مصد كاوتش في نهايه القوايم من اعلى ومن اسفل في الايمين طبعا اللي هم بينزلقوا داخل الحائط. وزي ما انت شايف طبعا هنا مش واضحه شويه، وضحتها لك عن طريق رسم التفصيله. الباب ده عباره عن باب تجليد يعني مغطى بالابلكاج، مكوناته الحلق مكون من قائمين ومعبره، الضلفه عباره عن ضلفتين مكونه من قائمين وراس عليا واخرى سفلى وبينهم صاري، وفي اربع رؤوس او ثلاث رؤوس وسطى، والفراغ اللي انتم شايفينه دوت الشرط ده عباره عن فراغ، عشان كده لما بغطي التجليد فبعمل الحاجات المخفيه دي بالخطوط الشرط. وزي ما انتم ملاحظين في خط شرط باين تحت البر، وطبعا دوت ده الفراغ اللي ما بين الحائط وما بين الحلق، فبركب البر بتاعي زي ما انتم شايفين وبركب له من اسفل كعب زان عشان خاطر يحمي لي البر بتاعي من اسفل. طيب التفاصيل التنفيذية للأبواب المنزلقة هي دي التفاصيل اللي انت مطالب بيها. ادي تفصيلة رأسية عشان توضح لي قضيب الانزلاق، وادي العجل، ادي يا جماعة الاكس اهو اللي احنا بنقول عليه بنثبته في الراس العليا، والاكس ده طالع منه عجلتين انزلاق، وادي القضيب اللي بثبته على لوح الخشبي، وادي شكل العتب عبارة عن ستارة مدلاة، وادي الفراغ او ده باب الكشف، الباب ده اللي بشيل منه المعبرة معبرة البر عشان يتم اصلاح الاجزاء المنزلقه سواء كان عليها اتربه او عليها اي شيء بيتم تنظيفه وعمل صيانه ليه، ثم تعاد تركيب معبره البر. عشان كده هتلاقي المعبره اكبر شويه بتكون 15 في 3 سنتي، لكن القوايم بتاعه البر بتكون 10 في 3 سنتي. وطبعا لازم اركب اشاط زان لان الباب ده من نوع التجليد، عشان احمي التجليد بتاعي بركب كعب زان او اشاط زان، وفي اخر الكعب بركب مصد كاوتش عشان خاطر عملية الاحتكاك أثناء الفتح والقفل داخل الحائط. تعالوا بقى بعد كده نعرف المكونات، ذكرناها طبعا، هنبتدي نتكلم عليها. طبعا الحلقة يمين ومعبرة بيتكون من تحليقة مكونة من الدرف يعني مكونة من تحليقة مكونة من قوائم ورؤوس، وتغطى هذه التحليقة من الوجهين بألواح الأبلكاج، ويعمل عتب هذا الباب بنظام خاص ليستقبل تراكيب الأعضاء الخشبية. فيلاحظ ان للعتب ستاره مدلاه
العتب ليه ستاره، الستاره دي او العتب واخد شكل راس شويه، عشان ابتدي اركب عليه لوح خشبي. اللوح ده هبتدي اركب عليه قضيب الانزلاق بالشكل اللي احنا لسه راسمينه من شويه. فيلاحظ ان العتب ستاره مدلاه من الخرسانه المسلحه، ليثبت عليها لوح خشبي بيمتد افقيا، ويثبت في وجه اللوح المذكور قضيب خاص بيتحرك عليه جهاز الانزلاق ذو البليات. ويركب دليل اسفل ضلف الباب، الدليل اللي احنا قلنا بنركبه من اسفل عشان الباب ما يتخلعش في اثناء الفتح والقفل، وبتساعد على عمليه الانزلاق. طبعا الباب يعني يعمل له مجرى من اسفل، وبيكون المجرى دي حديد او نحاس، وبيكون مثبته في الارضيه، ويثبت بقائم كل ضلفه من جهه كلين الحائط مصد الكاوتش عشان عمليه الفتح والغلق ويمتص الصدمات. ويغطى تقابل الحلق مع الحائط من الداخل والخارج باستعمال البر. قطاعات الاخشاب المستعمله برضو لازم احط قطاعات الاخشاب. يا شباب خد في بالك دي حاجه مهمه جدا، عمليه تنظيم ورقه الاجابه. عشان ابتدي اذكر قطاعات الاخشاب لازم اعملها جوه جدول. الجدول ده مقسم لبند وبيان الاعمال والعرض والسمك، لو في عندي اي ملاحظات بذكرها. طبعا الحلق بتاعي 15 في 5، الاوايم الرؤوس 10 في 5، الراس السفلى 20 في 5، اوايم البر بتكون عرض 10 في 3، اما المعبره بتكون 15. وقلنا ليه بتكون 15؟ عشان بتسد لي باب الكشف او باب الاصلاح للاجزاء المنزلقه، والابلكاش بيكون بسمك 5 ملي. الاكسسوارات المستخدمه لتشغيل هذا الباب عندي 12 كانه. طب ليه 12 كانه؟ لان انا عندي حلقين، انا عندي كتفين للحائط، كل كتف من الحائط هيتركب عليه قايم حلق، يبقى انا عندي الكتف الواحد فيه قايمين حلق، يبقى انا محتاج 3 و3 ادي 6 و6 زيهم الناحيه الثانيه، يبقى انا محتاج 12 كانه لتثبيت الحلق من الجهتين. وعندي محتاج جهاز انزلاق واحد واثبته طبعا باستخدام الجوايت التثبيت، ومحتاج 2 مصد كاوتش من اعلى ومن اسفل لكل قايم، محتاج 4 عجلات انزلاق اللي انا بثبتهم في الراس العليا، 2 لكل ضلفه، وبثبت 4 مقابض نحاس. ليه 4 مقابض؟ لان بركب من الداخل ومن الخارج، وبركب المقبض بشكل يتناسب مع شكل وحجم، بيتناسب مع حجم الايه الباب. العنصر الثالث، ازاي بيتم طريقه الانزلاق؟ وده سؤال بيجي يا جماعه في الامتحان، اشرح طريقه انزلاق الباب. بيعلق هذا الباب طبعا زي ما انتم عارفين، احنا قلنا ان الباب ده بينزلق ذهابا وايابا في مستوى راسي بواسطه جهاز انزلاق. وطبعا يا جماعه احنا النهارده هنقف لحد الباب المنزلق، علشان خاطر لسه في عندي الباب البلكونه، وده هبتدي شرحه مع الشبابيك. احنا اتفقنا ان في نجاره الشبابيك، شبابيك شمسيه وزجاج وشبابيك زاويه، هناخد معاهم باب البلكونه. ودي كانت نهايه حلقتنا، واشوفكم على خير في الحلقه الجايه. دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.